برحب بيكم من جديد وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصرية طبعا واحتفالية النادي الأهلي. أهلي استثنائي ومعي في هذه اللحظات بقى نجم من نجوم طبعا الفريق الأول لكرة القدم حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير. لا طبعا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايزاك تكلمني بقى على الأجواء النهاردة، يعني أكيد عملتوا سيزون كبير جدا، أنت بشكل خاص تألقت جدا أكيد، عايزين بقى تكلمنا على كل هذه الأمور. أولا برحب بيكي طبعا وبرحب بجمهور النادي الأهلي بيتفرج علينا، وزي ما انت قلتي اهلي استثنائي، الحمد لله السنه دي كانت استثنائيه، واحنا ان شاء الله بنامل ان السنه دي تكون ده اللي جاي على طول بتاعنا، نحاول نسيطر على كل البطولات وناخد كل البطولات، وده هدفنا النادي الاهلي هنا وعشان نسعد الجمهور، واحنا بنحاول على قد ما بنقدر. موسم الحمد لله كان صعب وكان فيه ضغوطات كبير جدا، بس الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا بيه وخدنا اجازه كويسه، عرفنا نفصل فيها كويس، وان شاء الله هنرجع بدايه ان شاء الله من بكره نرجع تاني التمرين عشان عندنا كذا هدف، وباذن الله الموسم ان شاء الله يبقى احسن من الموسم اللي فات كمان ان شاء الله. انت كنت على قد الثقه، شفناك بتعمل سيزون كبير جدا وشفت دعم اكيد كبير من جماهير النادي الاهلي، استعداداتك بقى للموسم الجديد وطموحاتك في السيزون الجديد برضه؟ الحمد لله هو مش سيزون كبير، ومن الحمد لله كانوا 3-4 ماتشات مهمين الحمد لله. بالنسبه لي سيزون كبير ده لما ان شاء الله الواحد يلعب سنه كامله ويساهم مع الفرقه. الحمد لله طبعا جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى في ظهر اللعيبه اللي بتلعب ايا كان هو مين، شفنا نماذج كتير مش انا بس، والحمد لله ربنا بيكرم الواحد لما بيلعب باجتهاده وكرم غرام ربنا طبعا في الاول وفي الاخر، اجتهادك انت وتعبك ودعم الناس ليك وحب الناس ليك بتلاقي ربنا بيمشي المركب زي ما بتقول كده والحمد لله. اخيرا بقى انت ابن من ابناء النادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي نادي ناجح ده بالتاريخ وبالارقام وبالانجازات، شايف ايه السبب ورا نجاح النادي الاهلي ان هو يكون اعظم نادي سواء في افريقيا او طبعا في مصر؟ اعتقد يعني من وجهه نظري انا النظام، انت عندك نظام مش موجود عند حد، بتحاول على قد ما تقدر تحافظ عليه، بتحاول ايا كان لما بيتغير عليك اجهزه، بيتغير عليك لعيبه، بيتغير عليك اي حاجه، لان انت لو تيجي تحسب انت 4 سنين توصل الاربعه فاينل، تخسر واحد تكسب ثلاثه، تيجي قبلها تلاقي نفسك في 2017 2018 وصلت برده فاينل، 2012 2013 وصلت برده فاينل، فالفكره مش في اللعيبه الموجوده، الفكره مش في الجهاز اللي موجود، في الاداره اللي موجوده، الفكره في سيستم النادي نفسه، انت دايما حاطط 1 2 3 بتمشي وراهم ايا كان مين بيجي ايا كان مين بيمشي، بيمشوا على نفس السيستم ده، فبالنسبه لك الموضوع بيبقى طبيعي، حتى اللي بيجي جديد بتلاقي مثلا اضرب مثلا بلعيبه زي مروان عطيه زي الناس اللي جم علينا جداد، لما بيجي تحسه بيندمج بسرعه مع الفرقه، ممكن يساهم في بطوله يساهم في ماتشات مهمه، لان هو اوريدي خلاص مجرد ما دخل بيخش في السيستم بتاع الفريق بتاع النادي الاهلي، فبيبقى الموضوع بالنسبه له سهل وتمام يعني. اكيد طبعا بشكرك جدا وكل التوفيق في الموسم الجديد. ربنا يخليك، شكرا ليكي، شكرا.